بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، كمان هيكون فيها ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني، الكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بإنبي، والحديث عن المواهب داخل إنبي. لا حديث يعلو فوق الخماسيه، خماسيه الجمعه الماضيه في مباراه الاهلي والزمالك. لما بنتكلم النهارده بلغه الايام، النهارده الثلاث، يعني فات سبت حد اثنين ثلاث، يعني النهارده يعتبر الهدف الرابع، هدف ديانج اللانج. فاكرين الركنيه بتاعت مجدي قفشه؟ ركنيه ولا اروع، وتسديده اكثر من رائعه من ديانج صاحب الهدف الرابع، والنهارده كمان اليوم الرابع بعد يوم الجمعه وخماسيه النادي الاهلي. النهارده حابب افتتح حلقتنا النهارده مع واحد من اشهر المعلقين في الوطن العربي. دائما وابدا جماهير النادي الاهلي دايما بنستمتع بيه، هو صاحب مقوله القضية ممكن، كابتن عصام الشوالي. تحياتي ليك يا كابتن عصام، ومنور قناه الاهلي. تحياتي ليك كابتن اسامه، تحيه لقناه الاهلي من خلال معلقيها ومقدميها ومديريها وتقنييها وفنييها الكل وجمهور القلعه الحمراء. كابتن عصام الشوالي، شاف ازاي الديربي بين الاهلي والزمالك من اقوى الدربيات؟ مباراه انتهت بفوز الاهلي بخماسيه، اكيد نتيجه تاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. الديربي كان منتظر، اذكر اني قبل 24 ساعه من القمه والديربي كتبت يعني تغريده على فيسبوك وتويتر تذكير بقمه الاهلي والزمالك وكيف سيكون الاداء، واتذكر يعني ما كتبت انه قلت الاهلي منتظر، الاهلي بعد انتدابات نار، ونادي الزمالك اللي حاول مواصله سلسله انتصاراته وافراح 100 عقبه. اللقاء كان الحقيقه حاجه مشرفه جدا للكره العربيه ككل، والكره المصريه بصفه خاصه، على مستوى النقل التلفزيوني، على مستوى الاخراج التلفزي، على مستوى الصوره، على مستوى الحضور النسبي الان والعوده للانصار والجماهير، وعلى مستوى الرقعه الخضراء. كانت مباراة من أعلى طراز، شفنا كورة، شفنا 8 أهداف، شفنا روح الديربي وروح الفانيلا الحمراء هي اللي تفوقت فنيا ورقميا في الأخير بعد مباراة كبيرة برشا، ونتيجة كما قلت أنت أكيد تاريخية، الأهلي الزمالك بالخمسة. شايف المواجهة التونسية إزاي بين علي معلول والمسلوسي؟ كانت مواجهة خاصة، مواجهة تونسية قدر فيها علي معلول يفرض سيطرته من البداية للنهاية. بالضربة القاضية يعني في حوار التوانسة، علي معلول تفوق، سيطر على حمزة المثلوثي هجوميا، حمزة ما لقاش الحلول على المستوى الدفاعي، جروا وجابوا معاه الارتكاب أخطاء، وشفنا ركلة الجزاء مثلا الأولى اللي كانت أحد منعرجات وتعرجات المباراة والديربي باش تكون هذه النتيجة الثقيلة، اللي في فترة الزمالك فقد توازنه، والنادي الاهلي يعني استثمر الفرصه وكان واقعي جدا وكان ناجع جدا امام المرمى. تقريب في ديربي يوم الجمعه حسب لو كنت انا نعلق يعني الكوره اللي حب يعمل الاهلي عمله، معناها مشاها الكوره على طوعه بين ظفرين. يعني الاهلي فرض سيطرته من البدايه للنهايه في المباراه كده، صح كده كابتن عصام؟ اكيد. كينو سلانا 3-0 في 20 دقيقه 25 دقيقه، 4-1 5-1، ما يحسب هو للنادي الزمالك هو كابتن عدم الاستسلام، وحاربوا لاخر لحظه ودقيقه باش يحسنوا في السكور، لكن المباراه وقت توصل 5-1 يعني كانت في صالح الفريق الاحمر نتيجه واداء، وشفنا هدف مثلا اللي كانت طريقه عمرو السوليه على طريقه مارادونا اللي عملها لاول مره تقريبا في مونديال اسبانيا 82، معناها حاجه واو، والهدف كان باش يبقى في تاريخ الديربي وفي نظره جماهير الاهلي والجماهير العاشقه الفريق الاهلاوي. لو الهدف ده قدامك كابتن عصام وعايزك تتخيله كده، ممكن تقول ايه على الهدف المارادوني من عمرو السوليه، اسيست اكثر من رائع، ومحمد شريف بمهاره عاليه، لو قدامك الهدف ده ممكن تقول عليه وانت كمعلق، حتى كشعورك كمعلق؟ ايه، هو شوف كابتن الحقيقه معناها انت فنان
على الملعب وهداف وعشت الجيل الذهبي والألقاب التاريخية للأهلي. فتعرفك الإحساس متاع الهداف، فأنا أيضا كإحساس معلق الآن وأنا رايق ما نتصورش كيف نعبر على الهدف. ممكن في المباشر أكيد باش تنفع، احنا نقوله في تونس تتخمر يعني تمشي مع الصورة واللقطة، ولكن هدف يدرس. أنا نتصور مارادونا يستنسخ في عمر السولية السولية بطريقة البيبي ديورو وشريف يكمل جمالية اللقطة وجمالية التابلو هكذا على الطاير يعني، ومن وحي اللحظه من سؤال فجئي للكابتن اسامه. ولو على الطاير احنا اكيد برضو استمتعنا بيها. علي معلول اصبح سفير تونسي في الكره المصريه وفي الاراضي المصريه، شاف ازاي النهارده علي معلول واصبح رمز كبير في الكره المصريه؟ شاف المستويات اللي بيقدمها ازاي مع النادي الاهلي؟ بصراحه علي معلول يعني عمل الخيار الافضل انه مشى للنادي الاهلي، الخيار الأميز وقت بقى مع النادي الأهلي، والخيار المستقبلي الأحسن أنه يبقى مع النادي الأهلي. يعني نقلة نوعية أخرى، هو استفاد من وجوده في الأهلي وأفاد النادي الأهلي، معناها عبارة على جناح. أنا بالنسبة لنا علي معلول حتى في المواجهات الأهلاوية ضد الفرق التونسية، هنا الجمهور الرياضي في تونس وجماهير النوادي يعرفوا أنه مصدر الخطر الأول، وهم كلهم لعيبة ما شاء الله يخافوا من الجهة اليسرى لعلي معلول. علي معناها تبارك الله يطير طيران الآن ما شاء الله عليه، ويقدم في أداء عالي جدا. مش نعطيك سكوب الآن، فوزي البنزرتي المدرب الشهير للكرة التونسية قال علي معلول يستاهل الجنسية المصرية لهذا الأداء وهذا التعود بالأهلي وهذه الإضافة للنادي الأهلي. معناها لو كابتن عصام الخمس أهداف، الهدف الأحلى من وجهة نظرك في الخمس أهداف اللي أحرزهم النادي الأهلي، هدف مين؟ هدف علي معلول ركلة الجزاء، وركلة الجزاء صعبة في وقت صعب، ولا هدفين ديانج من تسديدة أكثر من رائعة، ولا هدف محمد شريف من الأسيست العالمي المارادوني من عمرو السلاي؟ الهدف الأحلى من وجهة نظر الكابتن عصام الشوالي. شفنا يا فنان يا هداف، شفنا كريمة مختلفة في أهداف الأهلي، ألوان مختلفة. شفنا ديانج يقدر يأثر في اختياري، لأنه كابتن هالنوعية تبع الأهداف صارت قليلة جدا في الكرة عنا في الكرة العربية، التسديد والطريقة الهدف الأول وكيف يضرب اللقطة فنية. علي معلول في وقت صعب كما قلت أنت كبرودة الدم والثقة أنه شوت بتلك الطريقة، لكن أنا نقول ممكن تنفيذ البينالتي موجود وتسديدات ديانج موجودة وتتسجل أهداف بالعشرات. أنا أختار هدف السولية مع شريف لانه الدويتو في الاستقبال الكوره والانتهازيه شريف وقت مشى للباس والطريقه ما نشوفوهاش في ملعبنا العربيه، ممكن نشوفوا الباس بالطريقه التكنيك نتاع عمرو السوليه نشوفوها مره في 100 سنه في الملعب العربيه. احنا شفنا هدف سجله بيبو الخطيب في مرمى الشهير الاسطوره عتوقه في 78 وقت سحب الكره امامه حتى قعد الهدف هذاك ما شفناش في الكره العربيه، نفس الشيء الان الهدف هذا يمكن ما تشوفوش الا بعد 50 سنه لمن يحيا في الكره العربيه. لذلك انا اختار الحقيقه الهدف نتاع شريف في الجيست نتاع السوليه. وانا اتفق معاك برضه، هدف محمد شريف من احلى الاهداف. حضرتك كابتن عصام كنت في بدايه المكالمه بتتكلم عن سكواد النادي الاهلي القوي، سكواد النادي الاهلي القوي النهارده، هل النادي الاهلي بالسكواد القوي والاداء القوي هل ايضا مرشح للفوز للمره الثالثه بدوري ابطال افريقيا من وجهه نظرك؟ ما غير شك ولا اختلاف، والشوالي ما قاله البارح من 24 ساعه في اذاعه مغربيه يكررها في القناه الاهلي. يعني انا كمعلق رياضي من زاويه فنيه مش في القناة المغربية أقول والله الرجاء والوداد هم الأفضل، وأجي في القناة المصرية أقول الأهلي، وفي قناة تونسية لا، الواقع يفرض نفسه. النادي الأهلي عنده أسباب نجاح متواصلة ومستمرة، لذلك يبقى هو المرشح الأول. أولا جانب الاستقرار الإداري، والأهلي كابتن عنده ميزة وعندكم ميزة استثنائية، لأنه الله يرحمه صالح سليم الكابتن حسن حمدي للكابتن محمود الخطيب
لعيبة وفاهمين كورة وترأسوا النادي الأهلي، وهذا مهم جدا، لأنهم معظم الأندية يرأسوها شخصيات، الطبيب وال ممكن اللي ما لبسش الشورت، أنا نقول ما لبسش الشورت ولعب، فهذا إضافة على المستوى التسييري وعلى المستوى الإداري. اثنين، الاستقرار المالي. الأهلي ما شاء الله معناها تبعت البادجت وين وصل النادي الأهلي لعشر مرات ميزانية الفرق المنافسة في الفرق شمال افريقيا، مهم جدا، لانه الاهلي انا قلتها البارح في الاذاعه المغربيه قادر انه ينتدب لاعب 4-5 مليون دولار، المنافسين نتاعهم ما يقدروش، وهذا يحدث الفرق، لانه العزيمه فقط والروح والديربي واثاره التنافس تنفع، ولكن تكسبك المباراه مش البطوله. لذلك انا قلت واكررها، بالنسبه لي انا الزوز فرق مصريه هما الان زايدين كما تقولوا في مصر سنه على الفرق المغربيه خاصه الوداد، والفرق التونسيه نحن ننتظر ونستناو، لانه الترجي والنجم الساحلي في فتره احلال، مدربين جدد، لاعبين جدد، نستناو الميركاتو اللي مطالبين انهم يعزوا صفوفهم باش ندخلوا ايضا المنافسه بكل قوه، ونقدروا انه كالعاده نكونوا في الفاينل في السيمي فاينل، لان البطوله مفتوحه لكل الاحتمالات، ولكن البطوله اكيد عربيه. الأندية المصرية الآن هي الأفضل وعندها أسبقية، خاصة النادي الأهلي بالتعزيزات متاع السنة، بالاستمرار مع موسيماني، مع الفريق اللي اكتسب خبرة، ونشوفوا كابتن النادي الأهلي هل يدخل جينيس بوك الكرة الإفريقية أم لا، أنه يصبح أول فرقة تربح البطولة 3 سنين، لأنه تعرف صارت مازيمبي والأهلي والترجي مرتين ربحوا في مناسبتين، وإنيمبا مرتين، لكن 3 مرات عمرها ما صارت. نشوفه هل يقدر الفريق الأحمر على هذا الإنجاز الخرافي بين ذفرين. إن شاء الله النادي الأهلي قادر أنه يسجل يعني الثلاثية وتكون تاريخية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وحضرتك بتتكلم عن بيتسو موسيماني، موسيماني اللي احنا بنلقبه بالعبقري، بيتسو موسيماني اللي بيقدم مستويات أكثر من رائعة منذ قدومه للنادي الأهلي، 2 دوري أبطال أفريقيا، 3 كأس العالم، السوبر الأفريقي، أيضا كمان كأس مصر، الدوري الممتاز. شاف المستويات اللي بيقدمها بيتسو موسيماني وقدومه للنادي الاهلي ازاي يا كابتن عصام؟ شايف من خلال تقديمك انت كابتن. وهي تعريج على اداره تبدا فاهمه كوره، وقت جات فتره فراغ وضاع الدوري وخرج الاهلي من مباراه السوبر، الاداره ما لم ترضخ الى غضب الجمهور الاحمر والى السوشيال ميديا، ويلزم موسيماني خلاص انتهت مرحلته. وقتها يبدا انسان فاهم كوره واداره فاهمه كوره، مظبوط، تعرف اللي في فتره فراغ عندها ثقه في مدرب، راهنت على مدرب، والحصيله اللي اعطيتها انت وقدمتها للجمهور تحكي عليه. موسيماني هو الان المدرب الافضل في افريقيا، وتاهل لان يكون يعني في افضل مدربي العالم خلف ال25، اكيد شفتوا وحكيتوا على القائمه هذه. وفيهم مدربين 2 3 من افريقيا، منهم او العرب، منهم 2 في مصر مع معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي، مدرب الاكس للترجي حقيقه. ودايما الارقام لا تكذب، الارقام اللي بحقها بيتسو موسيماني هي دي افضل يعني رد على كل منتقد او كل من يشكك في بيتسو موسيماني. شفت ازاي كمان الردود اللي طلعت بعد الخماسيه التاريخيه، كان ممكن يقترب من مانويل جوزيه ويحقق سداسيه ويصبح مدرب تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، وبدات الناس تشكك في قدرات موسيماني. شوف وجهة نظر فنية كابتن، وانت لعيب كبير وممكن تشاطرني الرأي، واذا ما تشاطرنيش الرأي قل لي على الهواء يعني نتناقش. تمام. موسيماني والأهلي هو مدرب كبير ما من شك حقيقة، ولكن ايضا يدرب في النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي يعطيك ظروف النجاح كابتن، يعطيك ادوات النجاح ويعطيك الأهلية اللي تنجح بهم. صحيح، وقت اللي تدرب النادي الاهلي معناها، وهذا كلام على كل مدربين، ولكن مدرب اثبت وجوده، ربح الشامبيونز ليج مع سان داونز، جاب 2 مع النادي الاهلي، هو تقريبا الان هو اكثر مدرب في تاريخ القاره الافريقيه ربح الشامبيونز ليج 3 مرات، مع الان يتبع في رقم جوزيه عنده 4 جوزيه، هو الان 3 في فرقتين مختلفتين ونجح في مكانين مختلفين. انا يعجبني موسيماني، وفي وقت من الاوقات الحقيقه
كنت رشحته لانديه تونسيه انه ياخذوه في سنه من السنوات قبل الاهلي بسنه وسنتين، يعني منذ اللي طلع هو مع سان داون. كويس، وكويس ان احنا اخذناه قبل الانديه التونسيه. كابتن عصام، اخيرا مين اللي بيعجبك من لاعبي النادي الاهلي؟ والله التيم متكامل وكل واحد عنده دور. عندك اخويا حارس يهنيك وقت الحارس يطمنك انك تبدا تلعب ومتطمن، عندك حارس وراك سبعه كما تقولوا، مهم جدا. علي معلول في اليسار معناها قيمة ثابتة، الأفشة لاعب متميز جدا وتخلى بسرعة في منظومة النجاح، شريف وأنا استغربت معناها المدرب البرتغالي على تجربته وكيروش كيفاش استبعدوا في الفترة الأولى. رجع المنتخب تاني كابتن عصام. رجع عارف علاش قلت لك طبيعي يعني سامحني في الكلمة غصبا عنه يا رجل. فهمتي سامحني في الكلمة. الدفاع خاصة معناها فما الروح نتاع ياسر إبراهيم وفما الخبرة هك الريشة نتاع بدر بنون وفما لاعب أنا يا أخي نحترمه برشا ونحبه برشا وأثبت نفسه هو أكرم توفيق. أكرم توفيق معناها اللاعب تطور برشا وشفته في الاولمبيك جيمز انا نقلت مباراه مصر وشفته في النادي الاهلي كيف استغل الفرصه وقت هاني ما يلعبش خاصه ماتشات الترجي ولاعب بقلبه احنا نقوله لاعب راجل يعني حقيقه. اخيرا كابتن عصام عشان ما اطولش عليك، شايف الشعبيه والحب الكبير من الجمهور المصري وخاصه جمهور النادي الاهلي للكابتن عصام الشوالي ازاي؟ هو شعور متبادل، هو محبة خالصة، هي محبة حقيقية، هي عشرة سنين. النادي الأهلي أنا من هدف السيد عبد الحفيظ في 2001 في المنزة ضد الترجي، 20 سنة أنا نتبع فيكم أنتم تتبعوا فيا. والنادي الأهلي كابتن هذا اللي كنتي ديما نقولوا النادي فهمت ماذا يعني الأهلي بكل أمانة في 99 وانا مغمور في اذاعه الشباب التونسيه لما ارسلت فاكس للنادي الاهلي اداره وقتها موجود في سايت النت وطلبت معلومات على الاهلي في مختلف الرياضات وليس الاهلي الكروي لاني عندي كل شيء على الاهلي فوتبول. فالحاج سمير عبد ربه الله يطول في انفاسه هو بنفسه كان مدير النشاط الرياضي والفاكسات في 8 صفحات لحد الان محتفظ بهم انا من 22-23 سنه، هنا عرفت قيمه النادي كيف محترف والنادي كيف يشتغل والنادي كيفاش تسير عنده الامور. في 99 عرفت انه النادي معناها محترف جدا جدا جدا. واحنا بنشكرك يا كابتن عصام وعايشك. عايزك حبيبي ودمت متألقا بعدما كنت بالقدم صرت بالميكروفون والمزدح. إن شاء الله ديما منور وإن شاء الله ديما صوتك مسمع يا كابتن. ده شهادة نعتز بيها وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا عزيزي. المعلق الأشهر في الوطن العربي كابتن عصام الشوالي كنت منورنا على قناة النادي الأهلي.